السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ممكن أدفع كشف مستعجل عشان والدتي وندخل بدري، أصل إحنا جايين من القاهرة ولسه ورانا سفر. للأسف ما عندناش كشف مستعجل. وبعدين أنا عندي أربع كشوفات زي حضرتك. اتنين برضو من القاهرة وواحد من المنصورة وواحد من طنطا. وإن شاء الله لما يجي دور والدتك وتدخل للدكتور المساعد وتعمل التحاليل اللازمة المطلوبة وبعد كده تقابل الدكتور مصطفى. يا عيني عليك يا حاجة. دلوقتي نقدر نقول الحمد لله احنا بقينا زي الفل. يعني انا كده خفيت يا دكتور؟ الحمد لله على كل حال، بس زيادة في التأكيد احنا هنفضل ماشيين على نفس الدواء لمدة شهر كمان. شهر بحاله يا دكتور؟ معلش يا حاجة، ما هو اصل فيروس ايه ده مشاكله كتير، بس احنا الحمد لله بنحصره. لازم نتأكد ان الكبد رجع لحالته الطبيعية وان احنا قضينا على المرض من جذوره. معلش يا امه، ان شاء الله تتدبر. بإذن الله هتتدبر يا بنتي. لحظة هات. المهم احنا هنمشي على المسلوب ان شاء الله فول نابت. حاضر يا دكتور. عمرك يا دكتور. فاضل، انزل في الاجزخانة بتاع الدكتور العالمي تحت، اصرف الدواء ده واديه للحاجة وقوله ان انا هنزل حاسبه. حاضر يا فندم. لو النبي ما ينفع الكلام ده ابدا يا دكتور. مستورة يا ابني والحمد لله. ربنا يسترك دايما يا حاجة. وبعدين بقى، عارفه لو ما سمعتش الكلام انا هلغي دواء الشرب والحبوب وهعمله كل حقن 40 حقنه في اليوم. وبعدين بقى امسكي نفسك كده، يلا اتكلي على الله ما تعطلناش عندنا شغل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ساعة الفرايح. اشكرك. خير يا فوزي؟ ايه الاخبار؟ عملت ايه؟ كل خير يا سعادة الباشا. اتصلت برجالتنا في منيا القمح، اكدوا لي ان الاهالي هم اللي بيشيعوا ان الدكتور مصطفى نزل الانتخابات، لكن في واقع الامر واضح ان هو زاهد في الحكايه دي، غير انه لو نزل الانتخابات مش هينزل باسم اي حزب. هايل، قابل كويس جدا يا فوزي. كده انا ارتحت. كده بقى معناه ان سواء الحزب وافق يرشحني او ما وافقش ممكن كمان انزل مستقل وبشوية دعاية جامدة يعني وحبة رش في الانتخابات، يبقى أنا ضمنت كرسي مجلس الشعب 100%. بإذن الله هيحصل يا سعادة الباشا، ولو إن برضه اتصالات شكري بيه بقيادات الحزب هتساعد جدا إنك تنزل باسم الحزب في الدايرة هناك. برافو عليك يا فوزي، هو فعلا كده. شكري بيه ده وزير سابق وكان قيادة كبيرة عندهم في الحزب، هما بيحبوه، ولو حتى كان عندهم فكره وحشه عني هو ممكن يلغيها. بالظبط كده يا فندم، ولو ان بمناسبه شكري بيه عندي خبر ظريف جدا هيعجبك. خير، اتفضل قول. شكري بيه الله يكرمه جايب عريس للانسه ليلى. ها؟ عريس لمين؟ للانسه ليلى؟ احنا وماله؟ الآنسة ليلى دي بنت حلال وتستاهل كل خير طبعا، ولا انت ايه رأيك؟ انا رأيي من رأي سعادتك، ولاني اعتقد انها طموحة زيادة شوية. صح، والطموح لما بيزيد عن حده بينقلب ضده، وانت طبعا عارف. عارف يا فندم، عارف كويس قوي.